تمديد نقدي كمجموعة العمليات بالنسبة للسبلاي المرسل يعني دي 70-80% موجود. تقليدك استملت من داي اي وليش مشكلة. فانشي داي النقطة تو باقي بالمدابية. المبادرة هي عبارة عن الاتصال بالأخصائيين اللي من المنطقة المقيمين في طرابلس ودعوتهم لحضور اجتماع هنا في زوارة ومحاولة ان هم يقدموا خدمات صحية للمنطقة مجاني. والحق لبوا النداء الدكاترة كلهم وجوا هنا وكنا في الاجتماع والحق الاجتماع كان موفق يعني كان ايجابي وجميع الاطباء قالوا ان احنا مستعدين نبدو وحتندار آلية في القريب العاجل ان شاء الله على ايامات اللي هم حيكونوا متوفرين فيها داخل المستشفى. احنا طبعا مطالبين نوفروا لهم بعض الحاجات وهم حيوفروا لنا من وقتهم ويجونا بارك الله فيهم. نحب نشكرهم كلهم. موفر انا الناقص هو باش نصل لنهايه خدمه المواطن. عمرك في خدمه العناصر اللي ما تجيبش حتى تشوف العظمة يمشي. الموضوع التعاون ندير لك المستشفى مطلوب ومطلوب جدا. كون غير النواقص سي الميكروسكوب سي الجهاز الفيكو سي الاجهزه خلينا الانسترو. نسيت الدكتور حمد لله دهاني وشي غير وقت المناطق المجاوره بالتهاني بديت. كداخل لستة العمليات نتشي غير دهانية 35 كرينوتوم وليش ما متقديش نبدا اي مستشفى قليبيا الا كيخدم شارع الزوايا زي المسلم بس. فانت افلك شكين خدمة حتى سودو تغلى تخدم